ايوه يا باشا، احنا خدامين معاليه. تحت امرك، تحت امرك. طلقه 9 مللي. اللهم اعطيك يا شطار. لا معاك يا باشا، معاك. عايز حاجه كويسه؟ كويسه ده ايه؟ ده انا عندي حاجه تهبل. ايوه. عارف القمر؟ اهي دي تقول للقمر قوم يا معفن وانا اقعد مطرح. ايوه. لا، ما عليك، مش هتعمل اي حاجه. احنا بنقدم خدمه متكامله، اول انكلوسيف. ماشي يا باشا، ماشي، في حفظ الله، مع السلامه. ازيك يا توح؟ ازيك يا روح توح؟ يا روح النعناع انت يا جميل. انت النهارده مش بتاعتي يا توح. مش فاهم يعني ايه؟ الراجل الكبير عايزك يا ستي. مين الراجل الكبير ده وشافني فين؟ الراجل الكبير ده حد من التقايل اللي في البلد. اما بقى شافك فين فانا اللي وريته الفيديو. فيديو؟ فيديو النصيبة. لو انت يعني الفيديو اللي انت مصوره جوه ده مش عشان مزاجك؟ انت بتفرجه للناس؟ ايه الانانية دي يا توحة؟ يعني احنا نتفرج وننبسط وبقى الناس تتحرق؟ لا ما يصحش. المهم يا بت، انا حاسس ان انت هتتنقلي نقلة كبيرة قوي يا بنت المحظوظة. بقى كمان السنة. عارفة لو الراجل الكبير ده انبسط منك هتخش التاريخ من أوسع أبوابه. طب أنا هروح أغير هدومي بقى عشان ألحق أدخل التاريخ. عايز أتفرج بقى على طقم التاريخ. التاريخ بس. التاريخ والجغرافيا يعني. باي روح. عسل بنت الإيه. رحلة مسج العذاب بالمتعة. عذاب؟ عذاب ايه كفالة الشر؟ شوفي يا توحة، الألم لما بيكون موجود بالحاجة الحلوة بيبقى ليها طعم ومذاق تاني خالص. هو الكلام يعني كلامك غريب يا باشا، حلو وعجبني، بس يعني مش فاهمة حاجة، مش فاهمة تقصد ايه. بس ساعات بيبقى جسمك كده تعبان ومرهق وتتشك شكه كده وتنزلي كام نقطه دم تحسي بعديها براحه تامه. دم؟ ما بلاش تخوفني منك بقى يا باشا. عارفه يا توحه احلى حاجه فيكي ايه؟ ايه؟ ان في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش وهتتعلمي على ايدي بقى حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده. وماله يا باشا؟ أنا جاهزة أجرب وأتعلم اللي عمري ما شفته. مش بقولك إنها رحلة؟ رحلة تاني؟ أنا والله ما فاهمة حاجة يا باشا. طب إيه رأيك بقى، نطلع من هنا ولا نختصر المسافة ونعدي من هنا؟ نعدي من هنا إزاي بقى؟ نعدي من هنا يعني نتبلي نغرق. نغرق؟ طيب تعالي بقى موريك الغرق الجميل شكله إيه.
اي 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 اوه نفسي يا بنت تعرف مين اللي شرحك كده. قعدي ساكتة بقى مالكيش دعوة. الله، وانت هتستقوي عليا انا؟ كنت يا اختي استقوي على اللي ضربك. احكي يا بنت وقول. ما تسكتي يا وزة بقى وتنقطيني بسكاتك، انا ناقصاكي؟ بتزعقوا ليه يا حلوين؟ بتقولوا ايه من غيري؟ عاملة ايه وزة؟ ايه ده؟ ايه اللي عامل فيكي كده يا بنت؟ هتضربك بخرطوم ولا ايه؟ لا. امال ايه؟ كرباج. يا لهوي. شوفي يا اختي البت اللي كانت مستقويه علينا جايه متخرشمه ازاي؟ ما تحكي يا بنت كرباج ايه؟ كرباج عمل. ما سمعتيش يا اختي عن عشاء العمل؟ اهو ده بقى كمان كرباج عمل. يا بنت انت بتضحكي علينا ولا ايه؟ ما تقول يا توحه، ما تنقطيناش كده بالكلام. قولي في ايه يا حبيبتي؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ ماشي حاضر احكي لكم.